جديد خلاص الورق كله في حد شغال عليهم بقى. اه طبعا ودي فرغوا هم الناس من بعد فاكر. النص مش عايز فيها بيانات، انا هاخد منها كلام. لا انا بتكلم اللي هو المبالغ المحدود. انا شغال في القطاع منصور مع كلام شغال بجمع دلوقتي البيانات. انا هعمل حاجه مراه كده لاحمد واحمد شعبان وكده، وقاعدين اللي شغالين كويس. احمد علي طبعا فني بس انا بص انا عندي قيمه محدده. طلع لي ارقام الحاجات اللي جبناها امبارح من مجلس الوزراء ومن البتاع، فبنفرغ الارقام وبعدين النهارده خلاص نخش على الكلام. يعني هناخد طول البيت الساعه 9 الصبح بكره في النهار عشان 6 هيبقى عندنا مجلس وزراء، وبعدين هيخلص يطلع له محمود حجازي ما يبقى معاه سلطان. معك الفلوس خلاص كده 600 مليون دولار من مصر. اه خلاص خلصت 650 600 وحاجه و40 600 حاجه كده يعني. كمان فلوسنا كملت الاربع ارباع كده. انا عايز افهم عايزين ايه الاول؟ اسحب الكاميرا زي دي وبينها خلاص احنا دخلنا المعمعه.